اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده نقدر نقول ان هي اقتصاديه موفره ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا، تعلو قمه الهرم في الفائده والقيمه الغذائيه لكل المحتويات اللي بنعملها. العدس الاسمر ابو جبه، انتوا عارفين سموها ابو جبه ليه؟ لانه عليه الكفر بتاعه مخليه اسود، وانا ما بطلقش عليه الاسود ده مش حلو، انا بسميه العدس الاسمر. والسمار جمال. العدس ابو جبه ده هنعمله النهارده بصاره. اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين عندهم اكله مشهوره جدا في الريف اسمها المدردره، غير المجدره. الاثنين ولاد عم ونفس المكونات. المجدره اللي هي رز وعدس، نفس العدس ده بينطبخوا مع بعض زي الكشري بتاعنا الاسكندراني. اما المدردره عدس بيتضرب في الخلاط بعد ما يستوي وياخد التومه والبصله زي البصاره بتاعتنا ابو فول مدشوش. فهنعملها النهارده بطريقه بسيطه وسهله، والطبق ده فيه قيمه غذائيه عاليه جدا ومحتوى غذائي عاليه جدا بيناسب كبار السن والاطفال وكل الاعمار. معانا بعض الاطفال ممكن يعترضوا على العدس، يقول لك انا مش بناكل العدس. هنعمل لهم النهارده طبق كفته جامد جدا، نجمع ما بين المكرونه والدجاج اللي متعودين عليه في طبق واحد اسمها كفته الدجاج بالمكرونه، حاجه لطيفه وجميله كده، مدرسه كفته اللحمه بالرز اللي احنا عارفينها اللحمه الجملي. هنشوف نعملها ازاي، فيها خبره طهويه كده مع بدايه اسبوع السعاده والهنا لكل الساده المشاهدين. الحلو بتاعنا النهارده بقى حاجه لطيفه جميله، العالم بيحسدنا على حاجه مش موجوده بره، القرع العسلي اليقطين، قيمه غذائيه عاليه جدا. عندنا على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي واحنا مسافرين رايحين بلادنا نقضي الاجازه معاهم، بنلاقيه بثلاثه تعريفه كده ومحدش بيسال فيه. تعالوا خدوه على البيت نعمله صينيه قرع عسل، نعمله مهلبيه، نعمله شوربه، زي ايس كريم، زي ما انتم عايزين. هعمل النهارده مهلبيه القرع العسل على طريقتي بجوز الهند، هتعجبكم. ونصيحه مني، قلل السكر في القرع العسل لان هو غني بالسكريات، فكل ما تقلل السكر من الحلويات كل ما كانت امنه ولطيفه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في معلومه غير معلومه، افكار طهويه بسيطه وسهله ولكن بقيمه ماليه قليله جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنبدا الحلقه بتاعتنا. انت زي حضراتكم في المطبخ كده، معانا الماتيريال بتاعنا، معانا المخرج الشاطر والاساتذه المصورين، صباح الفل. هنستعرض مع بعض ايه المشتريات بتاعتنا عشان نبقى واقفين في المطبخ. مش عايزك مثلا تقفي على بصلايه، تقفي على فص توم، خليكي سريعه التصرف كده وتقدري فيه بدايل كتيره قوي. معانا العدس الاسمر بتاعنا الجميل، هنبدا بيه نعمله اكله مشهوره اسمها المدردره، هنسميها البصاره على الطريقه الشاميه. المقادير على الشاشه، عدس من خير ارضنا والبصل الاحمر بتاعنا حاجه زي الفل، دول اساسي في الاكله. معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، واحنا عارفين الكمون عشان الغازات بتاعت مشاكل العدس. وطبعا ما ننساش البهارات بتاعتنا، شويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل، شويه بابريكا، مكعبين من زيت الزبده، شويه زيت زيتون، ممكن نحط كزبره ناشفه حسب الرغبه. مقادير بسيطه وسهله ولكن الطبق قيمته الغذائيه عاليه جدا. عشان العدس ده يتسلق معانا في الحلقه هياخد وقت كبير جدا، فمع الاساتذه طبعا والاخراج الجميل هنستعرض مع بعض العدس. انا حاطه في الحله، حاطط له البصله بتاعته، حاطط له الطماطمايه بتاعته، حاجه لطيفه وجميله كده. نبص عليه ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. شايفين العدس والحلاوه بتاعته في قلب الحله؟ اهو زي الفل. انا حاطط عودين كزبره اللي هي الكزبره الخضراء في قلب العدس، بصلايه، فصين توم، كل ده في قلب العدس كانك بتعملي بصاره. يعني استبدلي الفول المدشوش بالعدس الاسمر عشان بس اوفر عليكي والخص الموضوع. احنا كلنا المصريين شطار في عمليه البصاره او في عمل طبق البصاره، واخد الشعار المصري حتى لو رحنا اخر بلاد العالم. اهو العدس مع بصل مع توم مع كزبره، كل ده بيغلى على النار، وطبعا الميه تكون قليله. نبص عليهم كده ونشوف استوى ولا لسه مع بعض. اهو واحده واحده. طبعا هنعمل دلوقتي البصله المقرمشه اللي بتتحط على وش البصار. اهو شايفين، اهو العدس اهوت استوى تمام زي الفل. طبعا ده بينضرب في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت عايزه، يعني حسب الامكانيات. لا ده ولا ده موجود، حطيه في مصفى واضغط عليه جامد كده بايد الهون، هيتفرم ويبقى معاك زي الفل. اه ده العدس
تمام. هنسيبه على النار كده يتكتك شويه على ما نحضر له البصله بتاعته المقرمشه اللي احنا هنحطها على الوش، عشان نبقى ماشيين خطوه خطوه مع حضراتكم. معانا بصل احمر، بس عايز اقول حاجه، معلومه يعني، العدس الاسمر اللي معانا ده كده عشان نستخدمه صح وما ياخدش وقت كبير منك على النار، بتغسليه مره واتنين وتلاته وبعد كده تنقل تخليه على جنب مع شويه كمون. ايه فكره انك خليتيه شويه على جنب بشويه الكمون علشان الغازات اللي فيه والعدس ما ياخدش وقت كبير على النار، ده مهم جدا على فكره. وميه العدس ما تترميش، انت مش بتسلقه حمص، ميه العدس ما تترميش، العدس الميه اللي سلقتي فيها تستخدميها زي ما انا شغال كده مع حضراتكم. هناخد البصل الحلو ده كده نقطعه مع بعض ونعمل بصله مقرمشه لطيفه على طريقه الشيف المغازي، هتعجبكم ان شاء الله. اهي ادي بصل قطعها كده جوليان بالشكل ده كده، بعد كده هنحط عليها شويه بقى تحابيش، معلقه كمون، معلقه دقيق صغيره، معلقه كركم، عصره ليمون، شويه ملح، ونمسك البصله دي نقلبها مع كل الخليط ده يا عم الشيف، وبعدين تنزل في قلب الزيت تطلع معاك مقرمشه زيها زي الفستق الحلبي. التقطيعه دي مهمه، لازم تكون كلها بشكل واحد عشان البصلايه تاخد شكل مقرمش تبقى لطيف. كمان دي زي بعضه اهي. البصل ده لما بيكون عندك موجود بيشجعك انك تعملي طبق كشري، لان عنوان الطبق الكشري البصلايه المقرمشه. حتى ما اعرفش ليه في المحلات مش بيعملوها، عشان البصل غالي ولا ايه ما اعرفش، مع انه مش غالي ولا حاجه يعني. لازم البصله المقرمشه تبقى على طبق الكشري، هي عنوان الطبق الكشري. كده البصل جاهز زي الفل، باخده زي ما هو كده وتعالوا ايه نهيئه. التهيئه بتاعته حصريا مع الشيف المغازي عشان تطلع مقرمشه، الزيت بيسخن جنبينا. حط البصله دي كده هنا، اللهم صل على النبي، ونديها شويه بهارات حلوين بقى اسمها التهيئه. حلو؟ بتعملي برياني هتحتاجي للبصله دي، بتعملي مندي هتحتاجي للبصله دي، واحنا مع بعض كده هنحط شويه سنه شبت صغيره. شفت الجو ده كده اهو، ومعانا كمان البهارات بتاعتنا واحنا شغالين عادي. بنهيئ البصله، شويه كركم، خلي لك البصله لونها اصفر، شويه بابريكا، شويه كمون بما ان احنا نستخدمها للكشري. كل ده على البصله يا شيف، كل ده على البصله. شويه الملح كده باطراف ايدينا، ما ننساش طبعا هنا ايه معلقه دقيق، دي مهمه جدا على فكره، هي اللي بتثبت التوابل على البصله. وعصره الليمون بتاعتك يا عم الشيف زي الفل. ونقلب دول كلهم مع بعضيهم بالراحه كده لغايه لما البصل ده يتفرك كله مع بعضه ويبقى مفلفل وزي الفل. الصورة حلوة؟ ايه الجمال والحلاوة دي؟ التقليبة دي مهمة جدا. شفت؟ بالراحة خالص، هي عصرة الليمون اللي بتفكك لك البصل من بعضه مع البهارات بتاعتنا مع المية اللي هتنزل من البصل. وانا شغالة واحدة واحدة. عندنا الزيت درجة حرارته بتكون عالية، زيت التحمير. عندك قلاية زي اللي معايا دي اهلا وسهلا، ما عندكيش كوبايتين زيت في قلب الطاسة، كنت بتحمري بطاطس امبارح لولادك، زيت بطاطس، زيت سمك، اللي موجود عندك. هناخد البصلة دي كده ونسقطها هنا مع بعض زي الفل، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ونشيل ده كله مع بعضه ونقلب البصله كده بالراحه خالص. زي الفل يا عم الشيف. ما تقلبهاش كتير بقى. من المعلومات اللي دايما مش ببخل على حضراتكم بيها، انت بتحمري بصله زي ديت كل ما تقلبها في قلب الزيت كل ما التوابل والخلطه اللي انت عاملاها هتنزل في الزيت. انت حطيتيها زي ما تكون بتحمري سمك، سيبها زي ما هي كده، هي لوحدها هتتحمر وتقرمش. هي الفكره كلها ان انا عايز اثبت الخلطه اللي عملتها او التحبيشه في قلب البصل، فما نقلبهاش كتير، نسيبها الزيت كده عالي وزي الفل. تمام، ونشوف ايه اللي بعد كده. طيب العدس بيستوي على النار، البصلايه بتتحمر زي الفل. هنخش على الطبق الثاني بتاعنا اللي هي كفته الدجاج بالمكرونه.
حاضر، ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنشوف مع بعض ازاي نعمل طبق كفتة بيجمع ما بين مكرونة وفراخ للأطفال الصغيرين اللي مش هيحبوا البصارة بتاعتنا. أو هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا نعمل طبق كفته النهارده، والحاجه اللي انا هعملها النهارده دي للامانه يعني فيها خبره طهويه. ازاي اجيب المكرونه، مكرونه بقى اسباكيتي، مكرونه قلم، اي نوع مكرونه، ولكن لو تفضل تكون المكرونه الصغيره بتاعه الكشر الصغيره تبقى حلوه. لو الاسباكيتي موجوده عندك اسلقيها وقطعيها. المقادير على الشاشه: صدور فراخ، مكرونه صغيره جدا، الخضرة بتاعتنا شوية كزبرة، عود كرفس، قرن فلفل مش حار، شوية نص ونص كده عشان الأولاد ياكلوها، وبصل والتوم. والمقادير على الشاشة، تقدر تصورها بالتليفونك، تكتبيها ورايا سريعا كده. الأساس مكرونة وصدور فراخ. تعالوا نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. ومعانا الكبة بتاعتنا صديقتي. حلو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ نشيل ده كده وناخد صدور الفراخ اول حاجه. وانت بتشتري صدور الفراخ لها لون لطيف حلو كده، خلي بالك لو هي بيضه اعرف ان الفراخ دي متخزنه بقالها كتير عند الراجل الفرارجي. مهم جدا تبقى عارفه الموضوع ده. وانا لما بقول المطبخ يا نعم، معانا الكزبره الخضراء دي هنا بتدي طعم دايما لطبق الكفته، وخاصه لو كانت فراخ. البعض بيحط ريحان او البعض بيحط روزماري، فبيتهموا الشيف دايما بيستخدم الروزماري كتير. والله صراحه والله انا بستغرب النهارده مفيش روزماري ليه، زعلان عيط يعني، مش موجود الروزماري النهارده بجد، عشان النهارده السبت لسه ما جبناهوش. طيب حطينا كزبره وحطينا فراخ، هنحط البصل الناعم. انا الهدف من استخدام الريحان والروزماري ليه هدف، ايه هو؟ المعده بتحتاج، والكولون بالذات لما بيبقى فيه زحمه بيحتاج للفليفر بتاع الاعشاب، فبتبقى ريحته طيبه وريحته جميله حلوه وبيساعد على الهضم. الفلفل ده حلو، نسقطه كده مع الخلطه دي كده. كل دول مع الفراخ يا عم الشيف، مش هنحط توابل، التوابل هنحطها بعد ما نفرم كل ده مع بعض. خلي بالك انا دايما بحب اضافه التوابل للكفته بعد ما تتفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي. نقلب دول تاني مع بعض شويه. معانا اتصال يا حاج عادل. حاج عادل فرصه والخلاط واقف، اسمع صوتك. حاج عادل. الو. شكرا يا حاج عادل. دايما الطبيعي الخلاط لما تكونوا بتفرمي فيه لحمه او كفته حتى يعني حاجات بصل وكده، احنا عملنا ايه؟ قلبناهم ونضربهم كمان ضربه تانية. فرمنا الدجاج، معلش انا حابب افرمه مع حضراتكم بس علشان الطبق ده الاطفال هيعجبهم قوي على فكره، يعني لما تعمليه بنفس الطريقه وكبار السن كمان.
لأنها أكلة سريعة الهضم، سريعة المضغ، جيدة الصنع. خدنا الفراخ بالشكل ده كده اهي، تنزل على المكرونة الصغيرة. ايه الجمال والحلاوة دي؟ يا نعم. طب أنا بس عايز حاجة بعد إذن حضراتكم، نركز في الطبق اللي بعمله ده للأمانة والله العظيم، هتعمليه لأطفالك هيعجبكم، وحاجة جديدة. إحنا عندنا مكرونة بتكونوا سلقينها بايتة في التلاجة، سلقتها مخصوص، أيًا كان الهدف وصلنا له، مكرونة هي زي الفل، ومعانا فراخ فرمطاء. الفراخ مش هقول إن هي رخيصة عن اللحمة، لا، آمنة شوية يعني، ما فيهاش دهون، ممكن كبار السن ياكلوا منها، ممكن مع حد معاه مشكلة مع الكوليسترول ياكل منها، والمكرونة النشويات والكربوهيدرات اللي فيها برضو آمنة وسهلة. عندي وكيس مكرونه والله جبته ب 4 جنيه 85 قرش، يعني 400 جرام. هنجيب الفراخ فرمتها وحطيتها مع المكرونه مع بيضه بالشكل اللي انا شغال بيه ده كده زي الفل. وحاطط ثوم وبصل مع الفراخ، هنحط البهارات بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. ايه البهارات؟ شويه بابريكا حلوين، شويه كركم، الفراخ تحب الكركم، احط شويه زعتر والملح والفلفل بتاعنا، واحنا شغالين واحده واحده نهيئها من الاخر يعني. وادي الملح مع مين؟ تخزين المشمش. حلوه المشمش عشان يتخزن. انتوا عارفين المشمش اللي هو معروف طبعا في بنشوفه في رمضان اللي هو القمر الدين ده، مشمش في الاصل يعني، بيختلف طبعا من مصنع لمصنع ومن منتج لمنتج، ولكن انا بصراحه عشان اخزن المشمش محتاج لعمليه التخزين وماده التخزين وماده الحفظ. احنا ليه نخزنه؟ احنا نجيبه نشيل النوايا منه ونحطه في اكياس ونشيله في الفريزر وخلص الكلام. ده بالنسبه للمشمش، ولكن عشان يقول لك اشوفك في المشمش، احنا نحاول بقدر الامكان لما نشوف المشمش قدامنا نستغله. انا يفضل طبعا تخزينه على شكل مربى، يبقى حلو قوي يعني. تجيب المشمش تعمليه مربى. تتعمل ازاي المربى؟ بناخد المشمش ده نشيل النواه ونحطه في محلول سكري مع عصرة ليمون ونسيبه على النار لغاية لما يتدمس، وبعدين نعبيه في البرطمان. دي الطريقة الأفضل لتخزين المشمش والاستفادة منه. حلو أو تمام. برضو لو عندكم زيادة ممكن نعمله عصير ونشربه كده وبألف هنا وشفا. عندنا المكرونة بتاعتنا خدناها زي ما هي كده اهي الصغيرة. الله، ايه الجمال والحلاوة. فين المكرونة؟ في قلب الفراخ اهي. عجن العجينه دي كده زي الفل اهي. مكرونه صغيره عجبتني وعجبني شكلها. لا ما ينفعش لسان العصفور، لسان العصفور بقى رز. انا حابب المكرونه دي علشان هي فاضيه من جوه، فمع الكفته لما اجي اكلها هتدي طعم كده وقرمشه لطيفه حلوه، كانك حاطه فستق حلبي جوه الفراخ. بالشكل ده كده اهو. كل ده مع بعضه يا عم الشيف. هنبدا نقرصها مع بعض بقى ونشوف ازاي نحمرها في طاسه ندخلها الفرن حسب الرغبه اهي. بس ولكن في طريقه حلوه قوي لتحمير الفراخ دي هتعجبك. ايه هي؟ عندنا في السوبر ماركت بيتباع تركيبه كده عباره عن دقيق وبعض التوابل والبهارات، ممكن تجيبيها، ممكن انت في البيت تعمليها. دقيق مع نشا مع شويه بقسماط، الخلطه الحلوه دي كده، وتستخدميها في قليل بعض الحاجات زي كفته زي سمك زي جمبري بالشكل الحلو ده كده. ناخدها كده ونحطها في الخلطه دي كده. حاجه جديده اهو، حاجه جديده. انا يهمني طبعا الاطفال الصغيرين اهي 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 اهي. في طاسه مش طعميه خالص، طاسه بتسخن على النار مهمه جدا، بس انا خلينا نعمل شويه كده ونرمي حضراتكم علشان ممكن الاكله دي تتخزن، يعني تعمليها وتخليها ايه وقت التخزين. عايزه تعمليها تتراجع من الشغل وعايزه تعملي حاجه سريعه لاولادك هي تسعفك مفيش مشكله اهي. نحطها في قلب الخلطة كده اهو. زي الفل. مش بقسماط ده، ده دقيق مخلوط بنشا مخلوط ببهارات. زي الفل.
خلطه بتتباع عند العطار جيبيها مفيش مشكله، هتدفعك، بيبقى فيها فليفر وطعم حلو، بوفر عليك الوقت. الستات اللي بتشتغل والامهات اللي عندها شغل، حاجه سريعه حلوه اهي، ما خدتش منك وقت. شيش طاووق بنجيب، يفضل طبعا انا شخصيا لما اجي اعمل شيش طاووق بعمل ال ال الوراك بتاعه الفراخ والدبابيس دي، بتبقى لطيفه وحلوه طبعا في شيش طاووق، ولكن الصدور بتبقى قاسيه شويه في عمليه السوى، ولكن بعض المطاعم بتعمل الصدور لانها حاجه سهله، بيجيبها لسه يسحب الفراخ وياخد منها الوراك، لا، ولكن يفضل الشيش طاووق يتعمل من الوراك وتتبل طبعا مع عصير ليمون مع توم مع زبادي عشان تبقى طريه، وياخد مستردة وياخد الملح والفلفل، وبعد كده نسيخه في قلب السياخ الخشبيه، ده الصح. ولكن لو عملنا الصدور مش هتقول لا، ويفضل طبعا اضافه مشروم، طماطم، بصل، زي ما احنا حابين. بعمل شويه كفته حلوين كده، لان بصراحه الطبق ده بيغنينا، عايزين طبق سلطه خضراء جنبه وكده اتعشت. يعني اللي تعمل الاكله دي لولادها او لجوزها بنفس الطريقه، وطبق سلطه خضراء فيه خس وطماطم وخيار كل حاجه وجرجير، وبعدين كده اتعشت وزي الفل مع صحن بطيخ ونحمد ربنا. يا نعم. انا شغال اهوت، طاسه بتسخن على النار، ابدا احمر دلوقتي، بس خلوني طالما انا شغال في الخلطه دي كده، بحبها تبقى مره واحده، واحطها هنا كده اهو. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ دي طبعا بالشكل ده كده تاخد مكعبات زبده دلوقتي في التحمير، برضو طبق حلو اقتصادي، مش اقتصادي ولا حاجه، عشان برضو ما نقولش الشيب بيعمل، لا بنعمل اكلات مش مكلفه، بس الخبره الطهويه هنا بتسوي حاجات كتيره. وجود البيضه جوه الخليط ده بتغنيكي على ان هي تبقى كلها شكل واحد. ممكن نعمل بقيه الكميه ونخليها مفيش اي مشكله واحنا مع بعض دلوقتي. مخرج هيدينا وقت، او حابب تطلع فاصل تحت امرك يعني زي ما انت عايز. ولكن خلونا قبل الفاصل نشوف حاجه حلوه مع بعض. معايا المساعده بتاعتي الشطوره اللي خدنا العدس في الفاصل عشان نعرف خط سير الحلقه ازاي ونكسب وقت. ضربنا العدس ده في الخلاط او بالهاند بلندر اللي موجود عندك بتاع الشوربه، او في قلب الكبه زي ما انت عايزه، ومعانا بالشكل ده كده. نبص عليه مخرجنا اهو بعد اذنك. اهو شايفين الجمال ده كده، اهو القوام ده، اهو زي الفل. بنحط له شويه الكمون وياخد غلوه كده على النار، اهو، ونظبط التوابل بتاعته. خلصت الاكله بتاعتي، هغرفها دلوقتي واحط على وشها البصل المقرمش، وتاكل صوابعك وراها مع العيش الحلو بتاعنا ده، المخرج هيجيبه لنا من الطابونه اللي على الناصيه، وبالف هنا وشفا. انا هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل، ونرجع لاكله حلوه من الزمن الجميل، ولكن من المطبخ الشامي، اسمها المدردره، يعني البصاره على الطريقه اللبنانيه. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف ولحظه الحسم. نشوف الانتاج بتاعنا. بصاره، عدس مضروب في قلب الخلاط. الميزه في الطبق ده بقى ايه؟ انتاج محل كله من خير ارضنا. بصل وعدس، هي الاكله دي مكوناتها كلها. انا هغرفها هنا كده سريعا. مخرجنا الجميل اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، نجيب العدس بتاعنا من خير ارضنا. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الطبق ده لكبار السن، للرياضيين ياكلوه، قيمه غذائيه عاليه جدا. العدس بروتين نباتي، قيمته الغذائيه عاليه جدا، امن، ما فيهوش اي مشاكل. حاطين له كمون علشان المشاكل بتاعه الكولون. ناخد الكفته دي ندخلها الفرن مع بعض كده، ناخد الكفته دي ندخلها الفرن بعد اذن الشباب. يلا، حاطط مكعبات زبده على الوش، زي ما هي كده، نظره الوداع لمده 10 دقائق، بص عليها، صلي على الحبيب قلبك يطيب. كفته الدجاج بالمكرونه، حقوق الطبع لدينا وبس. تعالوا نشوف البصله بتاعتنا اخبارها ايه. اللهم صل على النبي، دي بصلايه مقرمشه، هو ده. دي خلاها عندك بقى فين؟ تستخدميها في حاجات كتيره قوي.
سامعين الصوت ده كده؟ والبصلايه تاكل صوابعك وراها، فيها القرمشه، فيها الطعم، شويه كزبره. خدت لون تاني اهي. ونمسك كده على البصاله بتاعتنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك يا طيب. الطبق ده ميزته قيمته الغذائيه عاليه جدا، اقتصادي، مش غالي ولا حاجه يعني. في لحمه، في بروتين، البروتين بتاعه امن. في بصل، بصل قيمته الغذائيه عاليه جدا، خاصه لما يتعمل بالطريقه دي كده. اللهم صل على النبي يا مسهل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟ ولسه الجمال هيتغلف بشويه زيت زيتون. اهو الف هنا وشفا اللي ياكل من الطبق ده مع العيش بتاعنا البلدي. يا ريت تجيب لي العيش يا شفيق، الله يوفقك يا رب وتزور النبي يا راجل يا طيب. العيش البلدي اللي على الشاشه ده هو ده عدل البصاره دي، عدل الطبق ده. رغيف العيش الحلو ده كده. حطه هنا جنبه. الف هنا وشفا. طيب تعالوا مع بعض نعمل شويه مهلبيه كده واحنا شغالين مع بعض. المهلبيه دي معموله بالقرع العسل اللي هو اليقطين، قيمته الغذائيه عاليه جدا. استخدامنا له بنجهله. انا شخصيا عرفت الكلام ده منين؟ لما بروح عند الراجل الفكهاني عندي في المنطقه اللي انا ساكن فيها، بلاقي القرع العسل حاطه على الرف فوق ناشف. اقول له ناشف ليه يا حاج؟ يقول لي ما حدش بيشتريها شيف مغازي. ما تقول لي الناس بتعمل ازاي؟ قلت له والله ده انا صوتي اتنبح، وهي نفس القرعايه الطويله ومش عارف ودني مقلوبه، هي هياها معلمها عشان حد ياخده. لا فتعالوا نستخدمه مع بعض. قرع عسلي معانا، واحده سليمه ومعانا مقطع جاهز ومعانا حليب ومعانا نشا ومعانا سكر ومعانا جوز الهند، شويه فانيليا. الطعم بين ايدك انت، عايز ياخد حبان حط، يحط قرفه ماشي، حط درسين ماشي، زي ما احنا عايزين. والحليب بيغلى على النار، والقرع العسل اللي معانا هو زي الفل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخده كده، طبعا ده مسلوق مسبقا، خلي بالكم ما عندناش اي مشكله. على النار الشديده دي كده في قلب الحليب. هنكسره بس شويه، مش هنطحنه ناعم يعني، عشان يبان شخصيته في قلب الحليب. حاجه لطيفه حلوه. هنحط له شويه نشا دلوقتي، واستخدم السكريات بتاعته. ومن الاخطاء الشائعه ان احنا نسلق قرع عسلي او بطاطا او بطاطس ونرمي ميتها. القرع العسلي ده مسلوق في ميه، اهيت الميه دي هستفيد بيها، الميه بتاعت سلق القرع العسلي، لانها فيها سكريات، والسكريات بتاعت القرع العسلي دي مش هتلاقيها في اي منتج، حاجه طبيعي كده وحاجه لطيفه وكلها قيمه غذائيه عاليه جدا. اهو حلو. واعمليه لاولادك حلو في البيت، رياضيين ياكلوا منه، كبار السن ياكلوا منه، الاطفال ياكلوا منه. بنفس الطريقه دي بتحتفظي بيه، تعمليه ايس كريم ينطحن ويبقى بوريه، تحطيه مع كريم شانتيه وبقى ايس كريم عندك في الثلاجه. تعمليه شوربه اليقطين تبقى لطيفه وحلوه، فكره حلوه برضو. تشويه في الفرن، تضربيه في الخلاط مع بصلايه مع شويه ثوم، وياخد كريمه لباني. ناخد الميه الحلوه دي كده، تمام زي الفل، ونقلب الخليط ده كده. تمام، ايه الاخبار؟ اهو الله، هو ده. مهلبيه القرع العسلي. انا مش عايز اضربه بصراحه في قلب الخلاط، قصدي اضربه في قلب الحليب، بس ممكن نهرسه كده سريعا يعني مع بعض تكسير يعني. نحط شويه فانيليا، نحط فانيليا. الاولاد بيحبوه مسكر شويه، نحط شويه سكر. زي الفل. خلي بالك المعلقه اللي تقلبي بيها ما تكونش فيها لا بصل ولا ثوم، خاصه لو بتعملي حاجات فيها حليب يعني زي اللي معايا ده كده. سيبه على النار زي الفل. ايه الاخبار؟ طيب ماشي، مش ممكن، مش لازم. طب جيبوا لي الهاند بلندر يا شباب. حاضر يا فندم. اهو استكيب. حلو، انا بس عايز ايه اكسره شويه
ونحط جوز الهند بتاعتنا، شوية جوز الهند كمان معاه. اللهم صل على النبي. الحاجات ديت مطلوبة تعمليها من وقت للتاني، يعني مش لازم كل يوم. والأولاد لو عجبهم الشغل ده إيه المشكلة؟ مرتين في الأسبوع. يعني جربي مع أولادك. جربي مع أولادك. شوية جوز الهند كمان. أنا دايماً أحب أدوب جوز الهند مع أم علي، بس يعني ما أحطهاش تبقى كده، لأن مش عايز أحس بيها تحت أسناني. المكسرات نفس القصة. تعملوا أم علي، حط المكسرات تدوب، تبقى لطيفة وحلوة. أخبار الكفتة إيه؟ هو ده الكلام. ما تبصلي بصة حلوة كده. عينيا هيجيبهولي دلوقتي، مساعدين الشطار حلوين. نطلعها ونبص عليها كده، إيه الجمال والحلاوة دي؟ ادي الكفتة بتاعتنا، نقلبها تقليبة حلوة كده بسرعة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ خد راحتك خالص. شفت التقسيمة بتاعتها؟ شفت التقسيمة بتاعتها؟ دي هتخش الفرن تاني، تاخد شوية تسوية. تقدمها مع كاتشب، تقدمها مع مايونيز، تقدمها مع عينيا زي الفل. خدت زي ما هي كده. الله، نبص عليها كده كمان اهي في قلب الخلاط اهي زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ما فكتش ولا اي حاجه من قلب التلاجه زي الفل اهو. ممكن نغرفها مع كاتشب او مع مايونيز حسب الرغبه. حلو قوي. هوبا هوبا. عينيا 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 يا باشا. مهم جدا في الكفته دي يا شباب حاجه حلوه، ايه هي بقى؟ لو انت حابه تقدمي معاها رز ابيض تبقى حلوه، حابه تقدمي معاها شويه مكرونه بصوص طماطم تبقى حلوه. ألف أنا وشفا للي ياكل. ما فكتش؟ تفك ازاي؟ احنا مش بنهزر. حلو قوي. وبعدين فيها صوت، تحس المكرونه اللي هي متفرغه من جوه مخليها خفيفه. شايفين الحجم الكبير ده؟ بس صدقيني لما تمسكها في ايدك هتلاقيها خفيفه مقرمشه. ليه؟ المكرونه فاضيه، عكس ما نضربها في الخلاط. بيسالوني ليه ما ضربتهاش في الخلاط؟ لو ضربتها في الخلاط هتبقى معجنه. شويه كفته صغير وكبير هيحبها. شيل ده من هنا بقى خلاص. زي الفل تمام يا فندم. نعمل حاجه لطيفه حلوه دلوقتي. المهلبيه دي طبعا هنغرفها كده لحضراتكم سريعا، ولكن نروق الكاونتر بتاعنا ده كده. ممكن نقدمها مع جوز الهند، نقدمها مع شويه قرفه ناعمين حسب الرغبه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك شويه نشا بقى حلوين زي دول كده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هندوب النشا ده في شويه حليب عشان تديني قوام. بس ادي الفكره كلها، انا عايز قوام. يا نعم. انا حطيت شويه فانيليا، بحطها مع الحليب عادي. ايوه، بس النشا هنا دوره القوام، ولكن القرع العسلي لو انضرب في الخلاط بيديني قوام لوحده زي البطاطس البوري كده. احنا بنضرب البطاطس البوري بنحط لها حاجه هي بتدي قوام لوحديها. زي الفل. نسقطه كده تمام. خلص الكلام. لازم انك تتصرفي. الطبق ده للامانه انا شخصيا بحبه، وخاصة لو غرفتيه كده وحطيت عليه عسل نحل. فطار الصبح يبقى لطيف وحلو مع شريحة من التوست، تبقى حاجة حلوة.
طبعا تحطها في التلاجة بقى تمسك نفسها تبقى لطيفة حلوة. تبقى لطيف بالشوكة اهو. تمام. زي الفل. وعلى فكرة انك تحافظ على شكل الفواكه زي قرع عسلي او بطاطا حلوة بتعملي تفاح بالشكل بتاعه ده كده، انت شخصيته قدامك، بس لازم طبعا يكون ايه مسلوق ومهروس بالشكل ده كده علشان كمان نبقى مستطعمين القرع العسل جوه الزحمة بتاعت الفانيليا، زحمة الحليب، زحمة جوز الهند. شايف القوام بتاعه بدأ كل ما تغلي كل ما تديك القوام. زي الفل. القوام عايز تبص على القوام. حاضر معايا مخرج. بص عايز اقول لكم اهو، شفت القوام؟ بص كل لو سبتنا على النار على شوية هتلاقي القوام. بص عليها حبيبي حبيبي وحبيب والديك. زي الفل. تمام. حلقتنا النهاردة للأمانة بساطة، سهولة، مرونة. الهدف منها زي ما اتعودنا دايما من الشيف المغازي بيبقى وراه رسالة من كل حاجة بيعملها، انك لما تخش المطبخ حط قدامك كده الأساسيات للقيمة الغذائية للطبق اللي بتعمليه. انا عملت النهاردة طبق بصارة. لو جينا نعمل عملية حصر للعناصر الغذائية اللي موجودة فيه، البصل والعدس بتاعنا ابو جبه الجميل الحلو ده كده اللي احنا محددين اقامته مع طبق كشري النهارده، وسعنا الصوره وعملناه طبق بصاره لطيف وحلو، سلطه خضراء على السفره بتاعتنا، العيش بتاعنا الحلو من الطابونه اللي على الناصيه، الكفته الحلوه اللي انا برضو سبتها مفتوحه، قدمي معاها مايونيز، قدمي معاها كاتشب، صوص طماطم حسب الرغبه، تعملي معاها وايت صوص وتدخليها الفرن تاني تبقى لطيفه. ابدعي بقى، انت بتعملي لاولادك. شوف المغازي بيوصل الرساله وانت تبداي تطوريها زي ما انت عايزه. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.